يخرج من وطنه، لماذا خرج؟ اكو عامل. لماذا خرج في هذا الوقت؟ اكو عامل. يريد ان لا يلتقي بسيد الشهداء، ولكن صدفة يجمعهما منزل واحد. كيف جمعهما هذا المنزل؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه يبعث إليه، يدخل عليه، يقول له إن أبا عبد الله الحسين يدعوك، اللقمة تسقط من فمه أو من يده لأن لا يريد أن يلتقي بسيد الشهداء. حالة وجوم، حالة تحير تستولي على الجميع، كأن على رؤوسهم الطير كما يقولون. زوجته تقول له: ويحك! أو ويلك! أو سبحان الله! اذا هاي الكلمه ما كانت ربما حركه الاحداث كانت تنحو منحى اخر تقول له سبحان الله ابن النبي يدعوك وانت لا تجي روح شوف شنو يقول اتفاقا الزوجه تكون معه واتفاقا الزوجه تقول هذه الكلمه واتفاقا يتقبل هذه الكلمه ويذهب الى سيد الشهداء يذهب بوجه ويعود بوجه اخر مستبشر منطلق يقولون له ماذا وراءك يا زهير يقول انني صممت على ان افدي سيد الشهداء او افدي الحسين بنفسي ويأمر بان يحول رحله فسطاطه الى رحل سيد الشهداء، شلون تحركت الاحداث الى هاي النتيجه؟ هذا الرجل المنحرف عن اهل البيت، هذا الرجل العثماني، شلون تحركت الاحداث بنحو تحول إلى: "إني لا أعلم أصحابًا خيرًا من أصحابي". وإحنا كلنا علماء، فقهاء، أبرار، أخيار، كل الناس يذهبون ويقولون له بأبي، أنت وأمي، هذا العثماني. شلون حركة الأحداث تحركت هذا يقال له توفيق تأتي فكرة أن يخرج من مكة من الذي ألقى هذه الفكرة في ذهنه الله يفكر أن يخرج في هذا الوقت من الذي ألقى في ذهنه هذا التوقيت الله طبعا هذا ما يسلب اختياره هو عنده اختيار إلى اللحظة الأخيرة هذا لا يسلب الاختيار عندما الامام كان يدعو كان يقول انا ما اج في كربلاء كان يشرد كما شرد الكثيرون ما سلبه اختياره ولكن الله القى هذه الفكره في ذهنه القى التوقيت في ذهنه مصادفه كما نقول يلتقي بسيد الشهداء مصادفة تقول له زوجته هذه الكلمة وإذا به يتحول ذلك الرجل العثماني إلى بأبي أنت وأمي، مراجع التقليد يذهبون أمامه ويقولون له بأبي أنت وأمي، هذا يقال له التوفيق.